خوتي مغاربه السلام عليكم. اليوم الخميس 11 جانفي 2024، هذه 12 ديال النهار كانت واجد حدا سوق الحد بمدينه اكادير. شوفوا معايا واحد الجمله ديال الخروقات التي ارتكبت من طرف ولايه امن اكادير ولا مصالح الامن الوطني. واحد المواطن، راه هي المرسيدس اللي كتشوفوا تما، ها هي كابريولي، حطها ستاسيونا قدام ولا بين هذوك البلايك ديال ممنوع التوقف باش تدخل البنكة ولا الناس اللي كيجيو يجمعوا الفلوس ديال البنكة. كاين واحد الدوريه ديال جماعه اكادير، يعني القانون هذا ماشي حنا اللي كنقولوه، خارج اوقات العمل وايام العطل من حق المواطنين يوقفوا تما، من حقهم، من حق المواطنين يوقفوا تما. علاش البوليس غيجي يهز الطوموبيل؟ ودابا ارى الفضيحه الكبيره، جاو بغاو يهزوا ديك الطوموبيل لا مرسيدس اللي كتشوفوا تما كابريولي، بغاو يجروها، هرسوا ليها، يمكن عندها مشكل في التحت، هرسوا ليها البوطا فيتاس اوتوماتيك. المهم خرجوا على الطوموبيل والسيد قال لهم والو، غادي ديروا لي محضر ديال الشرطه وجا عون قضائي وكل شيء. هادشي كله مزيان، الفضيحه فين كاينه الثانيه؟ رجال الامن ما عندهمش الحق يهزوا الطوموبيلات، ها الخرق الاول. ثانيا الشركه ديال ديباناج ما عندها الصفقه مع الناس ديال الامن الوطني، ما كاينه الصفقه رسميه. ثالثا الديباناج، شوفوا الجاج فومي، ما عندوش الحق يجر الكارت غريز ديالو، يمكن فيها ديباناج، ولكن السيد واش عنده البيرمي الكبير؟ لان ملي كنجروا الطوموبيل ما كنسوقوش بالبيرمي ديال الطوموبيل. ما عندوش شركه، شركه خاصها تكون شركه هي وكتخلص الضرائب وعندها فاكتورات وعندها كل شيء، وما كيعطيو غير واحد البون. يعني كل شيء خروقات في خروقات، وهذه مهزله. هذا الشيء امتى غادي تحبس؟ امتى غادي يسالي؟ لان هذه القضيه ديال الديباناج كارثه. الوغ مول الطوموبيل راه هو، انا كنقول لكم البوليسي ما عندوش الحق يجي يهز الطوموبيل في هذوك في هذيك البلاصه بالضبط، لان خارج اوقات العمل ايام العطل مسموح لواحد يوقف فيها. الديباناج ما كاينه الصفقه مع البوليس، الديباناج كله خروقات، ونهز الطوموبيل راه حتى هو خروقات. غنشوف السيد ونشوف شنو غادي يقول لي اللي وقع ليه المشكل. عرفتوا الطوموبيل اش دار ليها الديباناج؟ شوف، شريو نتوما طوموبيلاتكم بالفلوس وتقبها، خشى فيها هذيك الحديده وتقبها، بغى يجرها خرج عليها بلا البواطا فيتيس بلا المشاكل الاخرين. واش كتعرفوا ان المخالفه اللي قيد ليه البوليسي دابا ديال 150 درهم انه من يوقف بين هذا البلايك غير قانونيه؟ المهم السيد غيمشي للمحكمه، و الديباناج ركب فيه البوليسي وزادوا وخلاو الطوموبيل هنايا. كاين شي خلل في شي بلاصه، خاص ولي الامن يتدخل في هذا الشيء، لان هذا الشيء ديال الديباناج عبث، والناس ما حافظينش القانون، ما عارفينش بان راه يمكن لهم يدعيو للامن الوطني وغادي يربحوهم. راه واحد العدد ديال المواطنين ربحوهم، راه كاين اللي خرجت التعويض حتى ل 5000 درهم حتى ل 6000 درهم، وهذا الشيء ما وقع والو للطوموبيل. بالنسبه للمرسيدس السيد عيط للمحامي ديالو، عيط للعون القضائي، المهم لقاو هذا الشاب هذا حافظ القانون وعارف شنو هما القوانين الجاري بها العمل، وهذا العبث. السيد ولي الامن العبث، هذا الشيء العبث، خروقات في خروقات، ومن يرتكبها اللي خصو يحمي القانون هما مصالح الامن الوطني. دابا خليت المواطن مول السياره غادي الامن الوطني باش يحط شكايه ضد الامن الوطني. ايوا المهم الله يدير شي تاويل الخير.